حسين وطلع إشاعة عن نفسها إن هي أبو نونة خاطبها. مستوى أبو نونة أنا يخطبك من نظرة عينا خدت وانه إيش تعود. صباح الخير. صباح النور. تخيلوا إني رحت علي نومة الساعة 4 الفجر أطلع على شرجة، طلعت الساعة 6 والكرو والمخرج وكل أحد من الساعة 4 ناطرين. المهم استوقفني هذا التعليق، شفت إنه في وايد ناس يعني شنو تبي يقول أسمع. حبيبتي الله يرحم أمي، أنا في حداد أمي عملت أديوس، طبخت أديوس في الاستديو. أنا زاني خليعة أكثر يا حياتي. افتحي افتحي حلقة البشر اللي شفتيها تشوفينها مرة كل 5 سنين. المهم اشوف كل الكومنت. ابو لونا اتزوج، ابو لونا خطب، ابو لونا الاقي واحدة يعني ما حقول هي بلوجر ولا مشهورة، لان التصنيف يعني راح يكون إهانة لكل المشاهير. بس وصلنا مرحلة في 2 شهرين قولي أي شيء، قولي أنت عدوة روان، قولي أنت صديقة روان، قولي أنت تعرفين طليق روان، قولي أنت خدامة روان، قولي انت تسكي لها الشوز بالفيديو كليب، قولي لها انت كنتي ساقة التاكسي اللي اخذ روان. ف ان شاء الله اذا خطب ويبي يتزوج انتوا اول الناس اللي بقول لكم يا عمري، كلنا بنحضر العرس. ولا تخافون يعني حرام، تخيلي ويعني اطلع عن نفسي اشاعة واطبل للناس ما يطلعون الاشاعة. ما يعني انا تروا انا شهرت من عمر صغير، فشفت الشهرة وشفت المشاهير وهذا العالم والفاشن ويكس والأفنس والبراندز، شبعت وما يعني لي شيء يعني صدقا. يعني من ذس الحين بالنسبة لي هذا انه it's a business، كمان انه خلاص عندي علاقة مع الجمهور، كبرت معاي انا، ايش كثر صحبات عندي هم كانوا ما ما أفهم الناس تتسلق على شهرة أحد ثاني أو تستغرب، لأنه عمري ما مريت بهذا الشيء، عمري ما اضطريت أن أستخدم اسم أحد عشان أنا أنشهر أو أصير ترند، لأنه أنا ترند. يعني إذا كحيت طلع منشيت الصحافة نوام من حسين تكح. How does it feel? طبعا أنا مو بس أتكلم عن هذه التونسية اللي مطلع إشاعة عن نفسها إن هي أبو نونة
اخاطبها. مع احترامي إلك انتي مو مستوى اقول ولا انا اخطبك. فطلع اشاعة يعني على قدك، طلع اشاعة انه حتخاطبش انه مثل المستوى. anyway واحد ابو اسنان عوية نانا كذي يطلع لي بالتيك توك يتكلم عني وعن ابو لونا، المصيبة انه هو بالامارات عايش. بس هذا انا طبعا انا اوريك تدري انا سنويا عندي ميزانية للمحامين. اوريك ابو اسنان عوية. فوق انه تصوير السنو، فوق اني اشوف هالاشكال ال 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 يا ربي. ما شاء العالم الخارجي. ف ما افهم الغيره، ما افهم الحقد، ما افهم الحسد، ما افهم. يا الله. انت الحماره يا حماره، حماره يا كلبه يا غبيه. يعني ما تعرفين تفرق ما بين المرتزقات. واو المنظر ينن. واو ليت ابو لونا موجود صراحة يشوف معي المنظر. يا روحي انا، يا روحي انا، يا عليا يا اختي اختي اختي. الله يكثر من امثالك. عادي نصير صاحبات، احتاج شذي ناس. I think وصلنا. اوكي I love you. توني واصل التصوير فقلت لها في حبايبي وين الريوق؟ كان تقول لي جبت لك يوغرت، جبت لك بروتين بار، جبت لك بنانا. قلت لها اي قلت لها وين البراتا؟ تقول لي قالت لي ما توقعت صراحه انك تبين براتا.
اخواتي كلهم متأخرين، ما قدرت ان انا ما افتح صراحة. واكل عندكم 10 دقايق، اذا ما يتو راح افتح الاكل الباجي. يلا دول مع عراقية، صينية دياب بفرن، كوب مقلية، مكرونة بشاميل، تهبل. هاي طباخة عراقية دائما انا اطلب منها، راح تسلم ايدها. اوي ما شاء الله. والدي وانا لو ان في يدي ما تعداه حتى توائر موتري تلتفت فيه تبغي